السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية. الولايات المتحدة تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان، وكما ترون على شاشة الجزيرة مباشر ترون صورا تظهر تجول قادة من حركة طالبان في مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية. وكان قائد القيادة الأمريكية الوسطى قد أكد اكتمال عملية الانسحاب من أفغانستان، وقال: اكتمال عملية انسحابنا من أفغانستان وإقلاع آخر طائراتنا من مطار كابول وعلى متنها السفير الأمريكي. أيضا كان هناك منذ قليل صور تظهر إطلاق النار في مطار كابول ابتهاجا باكتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، كما ترون على شاشة الجزيرة مباشر. كانت هذه الصور قبل قليل. أيضا فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: جميع دبلوماسي واشنطن في أفغانستان غادروا مطار كابول الليلة. وقائد القيادة الأمريكية المركزية: طالبان ستواجه تحديا لتأمين كابول. وكما ترون اليوم يعتبر تاريخ جديد، حيث تم مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان بعد 20 عاما من وجودها هذا اليوم. أيضا كما يتحدث به المراقبون من أنه يوم تاريخي في تاريخ أفغانستان، وأيضا كما أفغانستان شهدت خروج الجنود السوفيت، أيضا يبدو أن هذا التاريخ أيضا يصنع في أفغانستان. ومستضيف حركة طالبان مطار كابول بات تحت سيطرتنا الكاملة بعد انسحاب القوات الأمريكية منه. أيضا لمتابعة آخر تطورات في أفغانستان معنا من العاصمة الأفغانية كابول الصحفي الأفغاني روح الله عمر. أرحب بسيد روح الله عمر، أرجو أن تطلعنا على ما حدث من انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان. سيد روح الله عمر. أيوة أسمعكم وهنا إطلاق نار، لا أقدر على نستمع إلى صوتكم. الحمد لله بفضل ومنه خرجت جميع القوات المحتلة قبل ساعتين من أفغانستان. بعدما أعلن في بعض الحسابات لمواقع التواصل الاجتماعي الموثقة من جانب مقاتلي حركة طالبان، بدأت مقاتلي طالبان بإطلاق النار في الهواء في جميع أنحاء المدينة. الآن تكتمل ساعتين تقريبا وإطلاق النار جاري حتى الآن. هذا يدل على أنه فرح عظيم بالنسبة للشعب الأفغاني، لأنهم كسروا أكبر إمبراطورية في تاريخ المعاصر. ربما تسمعون حاليا أيضا هناك إطلاق نار بعد ساعتين من إعلان خروج جميع القوات المحتلة من أفغانستان. لا شك أنه فرح كبير بالنسبة للشعب الأفغاني، ولكن هذا الفرح سيكتمل بعد إنشاء حكومة مشتملة لجميع الأطراف وحتى يسود الأمن والسلام في أفغانستان. نعم سيد روح الله عمر، إطلاق النار الذي نسمعه الآن وتحدثت عنه يأتي ابتهاجا أم لأهداف أخرى؟ لا هو إطلاق نار فرح، يعتبر إطلاق النار في الهواء عندنا علامة فرح وسرور. يطلق هذه الرصاصات في الهواء في الأفراح، يعني في حفلات الزفاف، كذلك عند ولادة أي مولود جديد. فهذه أيضا لا شك أنه مناسبة كبيرة جدا لأجل الفرح، ولا سبيل إلى إظهار هذا الفرح إلا بهذه الواسطة، حيث يطلق النار في جميع أنحاء المدينة حتى الآن بعد مرور ساعتين من ذلك. وذلك يظهر مدى فرح الشعب الأفغاني بهذا الإنجاز العظيم وهذا النصر الكبير. سيد روح الله عمر، أنت كصحفي وكأفغاني، يعني هناك من وصف هذه اللحظة باللحظة التاريخية في تاريخ أفغانستان، فكيف تراها أنت وأهل أفغانستان؟ أنا الحمد لله أراها لحظة تاريخية في حياتي، أشكر الله سبحانه وتعالى أني ولدت في هذا الزمن حيث شاهدت هذه الابتلاءات، العمليات الليلية، القصف الجوي العنيف من جانب القوات المحتلة، إجلاء أو سحب الناس نحو السجون، سجون التي كانت تخالف جميع القوانين الإنسانية. والحمد لله الآن نشاهد حالات عكس ذلك، نشاهد أن القوات الأمريكية تفر وهي تجر أذيال الهزيمة والذل. شاهدنا أنها خرجت ذليلة، واليوم في العصر
ذهبت مقاتلي حركة طالبان ووقفوا أمامهم بأسلحتهم وسياراتهم وحتى زيهم وخوذاتهم. كل هذه الأشياء تدل أن المحتل مهما كان قويا، المحتل مهما صمد، المحتل مهما كان ماهرا عسكريا وسياسيا واستراتيجيا، ولكنه سيفشل يوما. وهذه بشرى لبقية الذين يقاومون المحتلين كإخوان الفلسطينيين والبقية، إن شاء الله سينالون الحرية يوما، لأن الناتو هو أقوى تحالف عسكري في العالم، ليس أي دولة محتلة أقوى منها ولا أي محتل أقوى منها. نرجو الله وأن تكون الحرية أن ينالها بقية الأخوة الذين يقاومون هؤلاء المحتلين. فهو لحظة تاريخية ولحظة كبيرة جدا، نشاهد أن الأطفال والشباب والكبار جميعهم خرجوا إلى الشوارع ويحتفلون بذلك، واقفين مع مقاتلي حركة طالبان ويكبرون، فلا شك أنه فرح كبير جدا. نحن عانينا طوال 20 سنة الماضية ما لم يعانيه أي أحد، ولكن رغم أن الإعلام لم يكن هنا كما كان في سوريا والعراق، ولكن الشعب الأفغاني عانى كثيرا. وبعد 20 سنة من المعاناة من السجون ومن الهجرة والتشريد، الحمد لله تمكننا من نيل الحرية. نعم. ولا شك أنه فرح وإنجاز كبير، ينبغي الحفلات والفرح أكبر من هذا. نعم. سيد روح الله عمر، أنقل لك ما قاله قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى عندما تحدث، وقال هناك الفان من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأشداء في أفغانستان، وتحدث عن قلقه من مواجهة حركة طالبان لهؤلاء، وربما تحدث عن الأمن. كيف ترى هذه التصريحات؟ لا شك هناك فرق بين الوجود وبين بعض إنشاء بعض التوترات في المنطقة. لا وجود لداعش في أفغانستان، لا شك أنها كما هي تنشي بعض التوترات في واشنطن في لندن وفي بقية المدن الغربية والأمريكية، هكذا هي تنشي بعض التوترات هنا في العاصمة الأفغانية كابول. لا موطئ قدم لداعش في أفغانستان، لا مقر لها، لا قاعدة عسكرية لها، لا مكان للتدريب لها. لا شك أنها ربما تختفي بعض مقاتليها وبعض الذين أخذوا أفكارهم السيئة في المدينة، وربما تكون بعض الجهات الاستخباراتية تستفيد من أسمائهم، ولكن هذا لا يعد وجودا، لا يعد فعالية منهم، بل هو إنشاء توتر بأسماء مختلفة تحت غطاء داعش. سينتهي هذا إن شاء الله بمغادرة القوات المحتلة، ولن تدوم إن شاء الله فعاليتهم أو وجودهم وإنشاء توتراتهم مزيدا. حاليا مقاتلي حركة طالبان متواجدون في جميع أنحاء المدينة، في جميع السكك، ولهم عدد كبير في العاصمة الأفغانية التي ينشئ داعش بعض التوترات. هناك أخبار أن حركة طالبان قبضت حتى الآن في أسبوعين على 2000 مجرم، ربما يكون فيهم بعض الذين ينسبون أنفسهم إلى داعش أو إلى السراق. فالحمد لله حاليا لا سرقة، لا اختطاف، لا قتل مستهدف. هناك بعض التوترات التي تنشئها بعض الجهات التي تنسب نفسها إلى داعش، ستنتهي تلك التوترات في الأوان القريب إن شاء الله. سيد روح الله عمر، هناك أيضا تحديات تواجه حركة طالبان خلال المرحلة القادمة، ربما أهم هذه التحديات الأمن، أمن المطار، أمن المدينة. ربما البعض يتحدث عن الخروج السريع والمتعجل للولايات المتحدة الأمريكية، ربما يؤثر على الأمن. هل تعتقد أنه الأمن يعني سيكون معضلة وتحديا كبيرا يواجه حركة طالبان خلال الفترة القادمة؟ أفغانستان ليست مولودة اليوم. حركة طالبان حكمت البلاد 5 سنوات، وهي كانت فترتها وفترة حكم حركة طالبان مشهور عندنا، حتى هو أصبح ضرب مثل فينا في الأمن. إن شاء الله تأمين المدينة، تأمين العاصمة، تأمين المطار هو أمر سهل بالنسبة لحركة طالبان. التحدي الوحيد هو تحدي الاقتصادي الذي يتفاعل ويتعامل معها حركة طالبان بكل احتياط وبكل حكمة. فإذا تجاوزت حركة طالبان من هذه الصعوبة، سوف إن شاء الله تتجاوز عن جميع الصعوبات التي تعانيها منها الدولة. من أكبر المعاناة كانت للشعب الأفغاني هو الأمن، وكذلك كثرة السرقة والاختطاف، القتل المستهدف. حاليا في حكم حركة طالبان منذ أسبوعين لم نشاهد أي عملية، أي جريمة سرقة،
لم نشاهد أي جريمة قتل وقتل مستهدف ولا اختطاف. اختطف طفلين في ولاية هلمند وقندهار، ولقي القبض على أولئك المختطفين في أقل من 24 ساعة وحيلت قضيتهم إلى المحكمة. فهذا مما لا شك أن الحاكم والشرطة لما لا تكون سارقة فالسارقة لا يمكن أن ينجو. نحن هنا لما نتكلم مع بعض المدنيين في العاصمة الأفغانية كابل فيقولون لنا صراحة أن الشرطة والحكام الذين فروا من هذه العاصمة نحو مدن غربية كانوا بأنفسهم سراق، كانوا يقبضون على السارق ولكنهم كانوا يخلون سبيله بشيء من الثمن. حاليا مقاتلي حركة طالبان هم بأنفسهم ليسوا سراق وحكامهم ليسوا سراق، لذلك لا يمكن لأي سارق ومختطف أن ينفذ عمليته هنا بكل سهولة. قبل يومين كنت في مركز الشرطة، جاءت إحدى الشكايات أنه أطلق النار على أحد الصحفيين وهو مجروح وقد أخذ سيارته. كنت جالس في مركز الشرطة وخلال ساعة واحدة ألقي القبض على سارق مع السيارة، وعيدت السيارة إلى الصحفي ونقل الصحفي إلى المستشفى لعيادته وعلاجه. فإلقاء القبض على سارق في ساعة واحدة لا شك أنه نظام أمني كبير، وحركة طالبان قادرة على تأمين المدينة والعاصمة والمطار. لا شك أن الحركة بحاجة إلى بعض الناس المهرة في تشغيل المطار، فمفاوضات حركة طالبان مع تركيا جارية وربما يكون هناك توافق عاجل بين تركيا وحركة طالبان حتى يتوافقوا على تشغيل المطار. أما تأمين المطار فهو وظيفة مقاتلي حركة طالبان سيقومون به في أسرع وقت ممكن. نعم سيد روح الله عمر، أيضا الحديث كان اليوم هناك مؤتمر، كان هناك قرار لمجلس الأمن، يعني المشروع مشروع قرار فرنسي بريطاني تم تقديمه واعتمد. يعني معظم من تحدثوا كانوا يتحدثون عن قلقهم أو مخاطبتهم حكومة طالبان حول حقوق الإنسان، حول حقوق المرأة، حقوق المدنيين. هل تعتقد أن المرحلة القادمة من الممكن أن تشهد قلقا على هذه الحقوق كما تحدثت أصوات غربية؟ نحن نعرف الغرب منذ قرون، نحن طالعنا فرنسا التي تملي علينا الآن حقوق الإنسان، طالعناهم في الجزائر، طالعنا هؤلاء المحتلين في المغرب، نحن نعرف تاريخ هؤلاء في القدس الشريف، هؤلاء الذين أعدموا مئات آلاف الناس العزل، هؤلاء الآن يملون علينا حقوق الإنسان وحقوق المرأة. الآن هؤلاء ليس بأيديهم شيء حتى يقدموها للعالم ضد حركة طالبان، فلا شيء لهم إلا حقوق الإنسان، لا شيء لهم إلا حقوق المرأة وحقوق المدنيين. حاليا العاصمة الأفغانية تحت سيطرة طالبان، بل جميع أفغانستان تحت سيطرة طالبان من أكثر من أسبوعين. نحن لم نشاهد أي مظاهرة ضد حركة طالبان في حقوق الإنسان، لم نشاهد أي مقطع فيديو يظهر فيه أن حركة طالبان تظلم المرأة وتضربها، ولكننا شاهدنا فيديوهات شتى لشرطة أمريكا وهي تضرب النساء، حتى أنهم قتلوا الرجل الأمريكي الأسود ضغطا على عنقه. هؤلاء لا ينظرون هناك إلى حقوق الإنسان، بل هنا لما تنفذ الشريعة الإسلامية لتأمين المدينة ولتأمين الإنسانية فهؤلاء يقومون وكذلك يضغطون على الحكومة أنهم لا يراعون حقوق الإنسان. هنا نحن نعيش في العاصمة الأفغانية كابل، جميع الناس متأثرين من احترام مقاتلي حركة طالبان وتعاملهم المحترم مع جميع المدنيين. لا شك أنه ربما تكون هناك حوادث صغيرة لأن مقاتلي حركة طالبان دخلوا العاصمة من مختلف القرى والنواحي البعيدة، ولكن رغم ذلك حتى الآن لم يسجل أي عملية قتل وأي عملية خطف وكذلك أي سرقة. كل هذه الأشياء تدل أن حركة طالبان تحترم حقوق الإنسان، تحترم حقوق المرأة. اليوم سمعنا وزير العلوم العليا الشيخ عبد الباقي قال أنه يحق للمرأة ويحق للرجل أن يحصل على العلوم العليا في جميع الطبي وكذلك في الهندسة وبقية العلوم. كل هذه الأشياء تدل أن مقاتلي حركة طالبان وقادتهم هم يحترمون حقوق الإنسان، يحترمون حقوق المرأة، حتى هم يحترمون حقوقنا في الميراث، في التجارة وفي التعليم وفي العمل. فهذه كلها حقوق، ولكن حقوق المرأة وحقوق الإنسان يختلف،
تعبيرها يمكن أن نعبرها بتعبيرات مختلفة. هناك حقوق المرأة في الغرب، وهناك حقوق المرأة وكذلك التي تكون في دائرة الإسلام والثقافة الأفغانية. المرأة الأفغانية عاشت هنا، ولدت هنا وكذلك كبرت هنا، فهي تحترم الثقافة الأفغانية وهي تحترم القوانين الشرعية، فلا مشكلة للمرأة الأفغانية في ذلك. وحتى الآن لم نشاهد أي مظاهرة ضد حكومة حركة طالبان الحالية. نعم، أرجو أن تبقى معي سيد روح الله عمر. ينضم إلينا الدكتور محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان. أرحب بك دكتور محمد نعيم. يعني كيف تصف خروج آخر جندي من أمريكي من أفغانستان منذ قليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم وإلى جميع المشاهدين الكرام، وبالأخص إلى شعبنا الكريم، الشعب المجاهد الأبي الباسل. لا شك في أن هذه لحظة تاريخية ولحظة فارقة في تاريخ شعبنا، وأننا نهنئ جميع شعبنا وجميع الشعوب الإسلامية والجموع جميع الشعوب التي تريد الحرية وجميع الأحرار في جميع أنحاء البلد. لا شك في أن ذلك لحظة تاريخية ومهمة بالنسبة لنا وبالنسبة لشعبنا، والحمد لله الآن يعني تنفس شعبنا السعداء جميعا وأنهم فرحون جدا، ونحن أيضا. ونحن أولا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا بهذا الفضل العظيم وبهذه الحرية وبهذا الحق الحقيقي والأصيل لكل فرد من أفراد المجتمعات. ففي الحقيقة هذه لحظة تاريخية جدا ونحن فرحون جدا، وهذه في الحقيقة نتيجة للنضال وللكفاح منذ 20 سنة الذي قدم شعبنا الباسل من خلال هذه 20 سنة تضحيات عظيمة، تضحيات ممكن لا يكون له مثيل في التاريخ. والحمد لله، وهذا يدلنا بأننا مهما طال الزمن ومهما كانت هناك المشاكل، فالجهاد والقتال لأجل الحرية ولأجل استدعاء الحقوق ولأجل استدعاء الاستقلال هذا لابد منه. وهذا يدل بأننا والحمد لله هذه التضحيات التي قدمناها إن شاء الله قد رأينا نتيجتها بأعيننا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ونشكر الله على ذلك. ونحن أيضا نشكر جميع المسلمين الذين كانوا يدعون لنا في ليل ونهار، وجميع من ساندنا وساعدنا في هذا ولو بكلمة، فشكرا للجميع. يعني سيد محمد نعيم، يعني هناك تحديات تواجه الحركة خلال الفترة القادمة، ربما تشغيل المطار، أمن المواطنين، طمأنة الخائفين، ماذا أنتم فاعلون في هذه الأمور؟ لا شك في أن الآن بدأت هناك مرحلة جديدة. حتى الآن كان هناك مرحلة النضال والكفاح والجهاد لأجل الاستقلال والحرية، ونحن والحمد لله قد توصلنا إلى هذه النقطة. الآن بدأت المرحلة الجديدة، ولا شك في أن هناك مشاكل وهناك فيها صعوبات وفيها عراقيل للوصول إلى الهدف الثاني، وهو هدف استقرار الشعب وأمن وإيجاد الفرص الآمنة وتوفير الوضع الآمن للشعب. هذا طبعا مسؤولية كبيرة جدا، ولكن نحن مرة ثانية كما جاهدنا بفضل من الله وبمساندة شعبنا نستطيع إن شاء الله أن نحل هذه المشاكل أيضا بفضل من الله وبمساندة شعبنا وبكفاح شعبنا. وطبعا هذه مرحلة صعبة جدا، ولكن نحن إن شاء الله مصممون ونحن مخلصون إن شاء الله بأن نجتاز هذه المرحلة أيضا بنجاح إن شاء الله. وبالنسبة للقلق والتخوف عند بعض الناس، نحن مرة هذه ممكن تكون المرة أكثر من 1000 مرة، نحن طمننا ونطمن الجميع بأنه إن شاء الله ليس هناك خوف على أي أحد، وأننا قد عفونا عن الجميع. طبعا عندما نقول عن الجميع الذين كانوا واقفين في طرف المقابل، أما عامة الشعب فليس هناك أي مشكلة، الشعب كان معنا وما زال وإن شاء الله في المستقبل أيضا يكون. ولكن بعض الذين تأثروا بالدعايات وبشائعات العدو، فنحن نقول لهم بأنه ليست هناك أي مشكلة، هذا بلدهم وهذا أرضهم وهذا بيتهم وهذا دارهم. فإذا نحن جميعا نعمل لبناء دارنا ولبناء بلدنا ولبناء مستقبلنا الزاهر، فإن شاء الله نحن نقول للجميع أن يبقوا في بلادهم
أن يكون هناك أمنين مطمئنين إن شاء الله. الآن فرصة سانحة، الحرب المدمرة التي دمرت بلادنا وخربت بلادنا منذ أكثر من 40 سنة، وكان أمنية كل فرد من أفرادنا من كل أفغاني بل وغير المجتمع الدولي بأن تنتهي الحرب، وهذه الحرب الحمد لله انتهت عمليا خلاص. فالآن الفرص سانحة، نحن نقول لهم بأن تعالوا نأخذ بعضنا بيد بعضنا ونعمل معا لبناء بلدنا ولتعمير بلدنا ولبناء المستقبل الزاهر. أما إذا كان هناك من يريد مغادرة البلد فليس هناك مشكلة، وهذا موجود في جميع دول العالم، من يغادر الوطن ويريد أن يفضل العيش في بلد آخر فليست هناك أي مانع، ولكن نحن نفضل أن نكون جميعا في بلدنا وفي أرضنا وفي وطننا. نعم. يعني سيد محمد نعيم، أيضا كان هناك حديث منذ قليل من الجنرال ماكنزي، فرانك ماكنزي، يتحدث ويعني يشير إلى أنه ربما يكون هناك مشكلة في الأمن، مشكلة لدى حركة طالبان في مواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان. هل هذه التخوفات للجنرال ماكنزي في محلها أم لا؟ لا، هذه التخوفات ليس في محلها، نحن إن شاء الله مستطيعون ونستطيع أن نقضي على المشاكل الموجودة الداخلية، والإمارة الإسلامية والحمد لله هناك لها قدرات أن تحل المشاكل الداخلية، وأن تعرفون بأن القوات الأجنبية كانت هناك في البلد أكثر من 150 ألف جندي، وأيضا كانت معهم إدارة كابول السابقة جنودهم، كلهم كانوا هؤلاء موجودون في موجودين في البلد، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحاربوا هؤلاء. أما نحن فنحن قد قضينا على هؤلاء في منطقة ننغرهار وكونار وأيضا في المناطق الشمالية، وهذا ثابت للجميع. فإذا إن شاء الله حمد ما تفرغ عن المشاكل الخارجية، هذا الاحتلال الذي كان قد سبب المشاكل لجميعنا، فالآن نحن إن شاء الله نستطيع أن نقضي على هذه المشاكل، وهذه المشاكل بسيطة إن شاء الله، لأن في الحقيقة أنتم تعرفون أي شخص إذا أراد أن يوجد المشاكل أو يثير المشاكل أو يزعزع أمن الشعب أو البلد هو يستطيع إذا كان له حاضنة شعبية. إذا لم يكن له حاضنة شعبية والشعب يرفضه فلن يستطيع أن يصمد أمام الشعب. فأنتم هذه الفكرة، هذه الأفكار ليست لها أي مكان في بلدنا وشعبنا، والشعب معنا ومع المجاهدين والإمارة الإسلامية. إذا إن شاء الله هذه المشاكل نحن لا نستطيع أن ننفي الأمور كلها بأن لا يكون هناك مشكلة 100%. وطبعا هذا تعرفون بأن هذه المشاكل يحدث وقد حدثت في البلدان المتقدمة المتطورة، عندها قدرات أمنية جدا وكفاءات وعندها الأجهزة الأمنية وغيرها من الأمور التقنية، ولكنه مع ذلك حدث هناك حوادث مؤلمة. فنحن هنا فيما يتعلق بنا نحن نطمئن الجميع، ونحن أولا بفضل من الله وبنصر من الله ثم بمساندة شعبنا وبتعلقنا وبارتباطنا العميق مع شعبنا والمحبة بيننا وبين شعبنا إن شاء الله سنقضي على المشاكل إن شاء الله. نعم. سيد محمد نعيم، يعني أيضا المتحدث باسم القوات الأمريكية والقيادة الأمريكية تحدث عن مغادرة رقم كبير 123 ألف، قال إن 1000 من المواطنين الأفغان فقط هم من غادروا، وبالتالي أرجو أن تفسر للسادة المشاهدين المشهد الذي كان موجودا في المطار وتدافع المواطنين الأفغان إلى مغادرة البلد. في رأيك لماذا كان هذا المشهد موجودا؟ هل هو خوف من حركة طالبان؟ هل هو بحث عن الذهاب وترك البلد؟ ما الكلمة التي توجهها إلى العالم الذي شاهد هذا المشهد؟ بالنسبة لهذا الموضوع أريد أن أوجه الكلمة للجميع بأن هذا كان ظرفا خاصا وفي موضع خاص وفي حالة خاصة وبطريقة خاصة، لأن القوات الأجنبية أعلنت إعلانا عاما بأننا سنأخذ معنا كل من يريد الذهاب معنا. فأنتم تعرفون بأن قبل 5 سنوات وقبل 6 سنوات في 2014-2015 كان هناك الشباب يتركون يغادرون البلد ويذهبون إلى الدول الأوروبية، وللأسف قد غرق كثير منهم في البحار، وهذا لا يخفى على أحد، هذا من خلال شاشة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام العالمية.
هذا الخبر وهذه المشاهد كان كل يوم كان تنشر. فإذا كان هناك شباب قبل ذلك يذهبون، وهذا موجود في دول الفقيرة للأسف. تعرفون الدول الفقيرة في العالم هم يفضلون أن يجدوا لأنفسهم مأمنا حسب ظنهم وحسب زعمهم. فإذا هنا لما جاء هذا الإعلان، وأنا بنفسي رأيت هناك شباب وبعض القنوات وبعض الإخوة ذهبوا هناك، كان لهم تقارير يسألون الشباب لماذا أنتم ذاهبون، ما المشكلة؟ يقول ليس لنا أي مشكلة، ليس هناك تخوف ولا قلق ولا شيء، ولكننا كنا قبل ذلك نريد أن نذهب إلى الدول الأوروبية، والآن سمعنا إعلانا بأن كل من يريد بدون جواز سفر وبدون فيزا وبدون الإجراءات الأخرى وبدون التكلفة المالية، فلماذا لا نذهب؟ خلاص نذهب نرى إذا وجدنا هناك فرصة للعمل، فإذا أهلا وسهلا، وإذا لم نجد نرجع إلى بلدنا مرة ثانية. فإذا هذا الوجه للأسف قد خفي على كثير من الناس، كان هو هذا هو الواقع. أما التخوف والقلق فليس، نحن أيضا لا نستطيع لابد وأن لا نستطيع أن ننكر بأن كان ممكن بعض الناس أنهم تخوف، ولكن هذا قليلون جدا. وأيضا المتأثرين كانوا متأثرين بالدعايات والشائعات الإعلامية، وأن تعرفون أن تأثير الإعلام هذا لا يخفى على أحد، إذا كان ممكن فيهم بعض الناس. أما بشكل عام فلن يكون الأمر من التخوف والقلق وهذه الأمور. وأن تعرفون أن ما حدث هناك أيضا في من الأحداث في داخل المطار، سقوط بعض للأسف بعض المواطنين من الطائرات، وهناك تجمعهم بهذه الكثرة، كل هذه كانت مشاكل ترجع في النهاية إلى الذين اتخذوا هذه القرارات أو هذه الخطوات. نعم، يعني سيد محمد نعيم، هناك أيضا يعني ترقب للحكومة الأفغانية الجديدة، شكل الحكومة، سياسة هذه الحكومة، توجهاتها. أيضا من الأمور العاجلة، وأرجو أن تطلعنا على يعني على التصور لهذا الملف، إدارة ملف مطار كابول، كيف سيتم إدارة وتشغيل المطار، أيضا كيف ستتعاملون مع ملف أحمد شاه مسعود. هنا الوضع الأمني وبالأخص فيما يتعلق بالمطار قضية ليس كبيرة جدا. أن تعرفون بأن القوات الأجنبية كانوا بكثافة حوالي، كما هم أعلنوا بأنه كان حوالي 6 أو 5 أو 7 آلاف جندي داخل مطار كابول، ولكنهم لم يستطيعوا أن يتحكموا في الوضع. وأن تعرفون هذا أيضا بأنهم كانوا في البداية يقولون بأن قواتنا قوات الإمارة الإسلامية لا تريد عليهم أن لا تقتربوا من المطار. نحن قلنا لهم هذه مشكلة، ممكن أنتم لا تستطيعون أن تسيطروا على الوضع ولا تستطيعون أن تتحكموا في الوضع. لكن لما هم رأوا وشاهدوا بأنفسهم المشاهد المؤسفة المؤلمة، وقد عجزوا تماما عن التحكم في الوضع، مع أنهم كان لهم قدرات وكان لهم معهم إمكانيات وكان قد تدربوا وعند كل هذه الأمور، ولكنهم لم يستطيعوا أن يتحكموا في الوضع. لذلك اضطروا بأن تذهب قوات الإمارة الإسلامية إلى محيط مطار كابول، وبعد ذلك استطاعنا قواتنا أن يسيطروا أو تسيطر على الوضع وأن تتحكم في الوضع. ونحن الذين كنا قد أمننا الوضع وهناك قد أخذنا خطوات وإجراءات أمنية لصد كثير من المشاكل، فلو لم نكن نحن موجودين لكان هناك مشاكل الكوارث إنسانية للأسف. ولكن بفضل من الله بوجود قواتنا استطعنا، لأننا أنتم تعرفون هذا إذا نقطة مهمة جدا لابد أن يتنبه له، هذا يعني خاصة في الأمور الأمنية والأمور العسكرية، معرفة الجغرافيا ومعرفة الوضع ومعرفة الناس، هذا شيء مهم في سيطرة على الوضع وفي تحكم على الوضع. مهما كان الناس يأتي من الخارج وهم إذا لا يعرفون الجغرافيا ولا يعرفون الواقع ولا يعرفون عادات القوم ولا يعرفون الوضع الأمني والتقاليد والعرف هذه لا يستطيعون أن يتحكموا في الوضع، فهم يواجهون مشاكل كثيرة. نحن أبناء البلد أبناء الوطن، نعرف مداخل بلدنا ومخارجها وعادات تقاليد أعراف، جميع هذا نحن نعرفه ونحن يعني متفاهمون مع الشعب ومع الوضع كل هذا. لذلك هذا من حتى في أي بلد كان، الآن ليست هناك مشاكل، نحن إن شاء الله الشعب متعاون معنا ونحن نعرف الوضع ونحن أيضا نفهم الواقع ونحن نعرف الجغرافيا كل هذه الأمور، إذا إن شاء الله لا تكون هناك أي مشكلة. وهذا ثابت الآن في جميع أنحاء البلد. أنتم تشاهدون الآن تقريبا حوالي 10 أو 20 يوما نحن سيطرنا على جميع البلد،
ونفرحون هناك الوضع آمن مطمئن جدا والناس فرحون. طبعا هناك بعض المشاكل ونحن الأمنية أنا قصدي. أما فيما يتعلق بمنطقة بن شرف هذه أيضا إن شاء الله مشكلة بسيطة، نحن حاولنا ونحاول أن تحل من خلال الحوار، وهذه سياستنا منذ البداية بأننا استطعنا من خلال التفاهم والحوار الحمد لله أن نوحد الشعب وأن نوحد البلد، واستطعنا وقد نجحنا في هذا ونريد أن نستمر في هذا النهج. والآن أيضا هناك مساعينا جارية، وهذا نحن نصيحتنا للجميع، الآن ليست هناك أي حافز وأي داع لإيجاد المشاكل أو لخوض الحروب. شعبنا قد تعب من هذه الحروب، وشعبنا للأسف قد تحمل الكثير من المشاكل والمتاعب وعانى كثيرا من هذه الحروب المدمرة. خلاص بعد ذلك ليس هناك حاجة للحروب، فشعب أيضا بعد ذلك لا يسمح لأي واحد سواء كان هذا شخص أيا من كان بأن يزعزع الأمن والاستقرار في البلد وأن يرعب الناس. فنحن إن شاء الله متفائلون بأن تنتهي هذه المشكلة أيضا في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. نعم سيد محمد نعيم، أيضا الحديث حول الحكومة الأفغانية الجديدة، شكل الحكومة، يعني هل سيكون هناك مشاركة لأطراف أخرى أفغانية؟ يعني تصوركم لهذه الحكومة؟ كما تفضلت مستاذنا هذه نقطة مهمة لابد أيضا منه. الآن أن تعرفون الوضع في البلد وضع ليس وضعا عاديا، وفي مثل هذا الوضع سواء في أي بلد من البلدان أو في أي مجتمع من المجتمعات لابد هناك من اتخاذ بعض القرارات التي تتناسب مع هذا الوضع. فهنا هدفنا وأولوياتنا من أولوياتنا استقرار البلد واستقرار الشعب واستتباب الأمن في البلد، هذا هو الأساس ولابد من ذلك. فنحن الآن جميع مساعينا وجميع جهودنا تصب في هذا المجال. نحن نحاول قدر المستطاع أن تكون الحكومة القادمة بالمستقبلية إن شاء الله حكومة شاملة وأن تحل المشاكل، ولكن لابد من هذه النقطة بأن السيطرة على الأمن والسيطرة على الوضع والتحكم في الوضع هذا يحتاج إلى جهد وإلى بعض الخطوات المتناسبة مع هذا الوضع. لو كان الوضع عاديا لازم يكون من المشكلة أو أن هناك تناقش أو تتباحث بعض الأمور بالتفصيل. إن شاء الله في المستقبل نحن إن شاء الله متفائلون بأن تحل هذه المشاكل أيضا، وكل أفراد شعبنا يريدون هذا الأمن والاستقرار، وهذا في الحقيقة الأمن والاستقرار في أي بلد أو في أي مجتمع هذا هو الأساس. إذا جاء الأمن والأمان وكان هناك الوضع آمنا إن شاء الله بقية الأمور ستحل تدريجيا. أما إذا لم يكن هناك أمن وأمان ولم يستقر هناك لم يكن هناك استقرار فبقية الأمور لا فائدة منها. نحن وهذا شاهدنا وعمليا في 20 سنة الماضية رأينا هناك الحكومات باسم الحكومات الوطنية والمشاركات السياسية وهذه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فإذا هذا لابد نحن أولا، وهذا لو كان أي بلد أو أي دولة هم لابد أن يتخذوا قرارات تؤمن الوضع وتحكم السيطرة في الأمن والأمان. إذا نحن جميع مساعينا الآن منصبة في هذا المجال. نعم سيد محمد نعيم، ربما يعني كان هناك منذ قليل قبل دخولك معنا اتصال مع الصحفي روح الله عمر والحديث حول تشغيل المطار، هل لديكم اتصالات مع دول بعينها أو جهات بعينها للمساعدة في تشغيل مطار كابول؟ نعم هناك اتصالات موجودة فيما يتعلق بالأمور الفنية وهذا أيضا. فنحن نريد أن إذا كان هناك بعض الدول مثلا تركيا كانت هناك موجودة في مطار كابل قبل أن نحن نأتي، فهم كانوا يقومون ببعض الأمور الفنية. أما الأمور العسكرية والأمنية فطبعا هذا الآن يتعلق بالإمارة الإسلامية. في مجالات أخرى مجالات مثلا الفنية وهذا والتقنية ممكن، وأيضا هناك اتصال مع دولة قطر أيضا. نعم ولكن القرار النهائي فحتى الآن لم يتخذ القرار النهائي، ونرى في المستقبل ماذا إن شاء الله سيكون في خير البلد وفي خير الشعب، ستتخذ القرارات حسب هذا المبدأ إن شاء الله. نعم. سيد محمد نعيم، سؤالي الأخير حول يعني إذا كان هناك من كلمة موجهة للشعب الأفغاني في مثل هذه المناسبة، انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان، ماذا تقول للشعب الأفغاني؟
أنا أولا أبارك لشعبنا، لشعبنا المظلوم المضطهد الذي قدم تضحيات جبارة وكثيرة جدا منذ 40 وأكثر من 40 سنة، وعلى أمل بأن نرى جميعنا يوما يكون فيه يعني قد استقر الأمن والأمان وقد انتهت الحروب. فالآن هذه النقطة وهذه اللحظة التاريخية والحمد لله قد آنت ونحن شاهدناها. فبعد ذلك نحن كلمتنا إلى شعبنا بأننا بعد ذلك لابد أن نأخذ بيد بعضنا البعض وأن نعمل لتعمير بلدنا وأن نكون يدا واحدة وأن نتقبل بعضنا بعضا وأن نترك ما مضى الذي مضى خلاص، نحن لا نرجع للوراء، بل لابد أن نفكر في المستقبل وأن نتطلع إلى المستقبل وأن نبني لأبنائنا ولجيلنا القادم هناك مستقبلا زاهرا. هذه مسؤوليتنا، وطبعا المسؤولية وأنتم تعرفون أن البلد هذا ليس بناء البلد أو إعمار البلد وحل المشاكل في داخل البلد، لا يمكن بجهود فردية أو بجهود فرد أو شخص، لأن هذا بمثابة البيت. البيت نحن إذا كان لا يتعاون أعضاء البيت وأعضاء الأسرة سواء كان الأبناء والإخوة والأخوات والأم والأب الجميع، إذا لم يكون بينهم التفاهم ولا يأخذ بعضهم بيد بعض لا يمكن أن تحل المشاكل. فلذلك نحن كلمة إلى شعبنا بأن الآن الحمد لله الفرصة سانحة، أنتم تشاهدون قبل ذلك كان في كل يوم كان هناك يقتل حوالي 500 شخص أو حتى 600 شخص يوميا، وكم كان من الجرحى. الآن الحمد لله هذا كلها انتهت، هذه المأساة وهذه المشاكل التي جاءت بسبب الاحتلال الآن انتهت هذه أيضا. فالآن نحن لابد أن عندنا هناك أرامل وعندنا أيتام وعندنا مرضى وعندنا هناك حوالي 500 وأكثر من 5 مليون وأكثر من ذلك الذين يعانون من المخدرات، من مشاكل كثيرة أمامنا. فهذه لا يمكن حلها بجهود فردية، لابد أن نأخذ أو بعضنا بيد بعض وأن نشمل عن ساعد الجد وأن نقوم قومة رجل واحد لحل هذه المشاكل. إذن هذه نداؤنا وهذا كلمتنا لشعبنا. نعم، يعني ربما وأنت معنا يعني هناك عاجل سيد محمد نعيم، يعني المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد قال حربنا في أفغانستان انتهت والأفغان أمامهم فرصة لصنع مستقبل بلادهم. تعليقك وتعليق مختصر على هذا التصريح للمبعوث الأمريكي لأفغانستان. نعم، أنا قلت قبل ذلك بأن هذه كان أمنية كل فرد وكل حتى المجتمع الدولي، وكان أمنية شعبنا بأن تنتهي هذه الحرب المفروضة على شعبنا، هذه الحرب الجائرة، والحمد لله انتهت هذه الحرب. فنحن نقول للمجتمع الدولي بأيضا عليهم أيضا المسؤولية على عواتقهم بأن يساعدوا الشعب الأفغاني، هذا الشعب المظلوم الذي تحمل الكثير من المشاكل خلال 20 سنة ومن دون أي ذنب. فنحن نقول للمجتمع الدولي بأن الآن قد سنحت الفرصة، ونحن كنا نسمع قبل ذلك من المجتمع الدولي ومن مختلف الدول بأن هناك في أفغانستان حربا وهذه الحرب حرب مدمرة ولماذا لا تتوقف هذه الحرب، وكانوا ينادون ليلا ونهارا بوقف إطلاق النار، والحمد لله الآن انتهت، ليس وقف إطلاق بل عند ختم إطلاق النار خلاص الآن انتهى كل شيء. الآن الفرصة سانحة جدا، نحن نطلب من المجتمع الدولي أن يساعدوا الشعب الأفغاني وفي مختلف المجالات، وأن الشعب الأفغاني بحاجة ماسة إلى خدمات وإلى مساعدات في مختلف المجالات، مختلف المجال الصحي والمجال التعليمي والمجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال يعني في جميع المجالات. فإذا عليهم أن يمدوا يد العون وأن لا يتركوا الشعب الأفغاني في مثل هذه الحالة لوحده، عليهم أن يؤدوا مسؤوليتهم في مثل هذه اللحظة وفي مثل هذه اللحظات التاريخية. نعم، شكرا لك سيد محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان، شكرا جزيلا لك. وأيضا مشاهدينا هذا العاجل زلمي خليل زاد المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يتحدث ويقول طالبان أمام اختبار جاد، هل يمكنهم قيادة بلادهم إلى مستقبل آمن ومزدهر يتاح فيه الفرصة للجميع؟ رد كان السيد محمد نعيم منذ قليل رد على ذلك بقال بأن الهدف هو الأمن وأنه
المستقبل هو مستقبل أفغانستان للجميع، طالبا من المجتمع الدولي أن يساعد الشعب الأفغاني الذي وصفه بالمظلوم. أيضا ينضم إلي الكاتب الصحفي محمد المنشاوي من واشنطن. أرحب بي سيد محمد المنشاوي، كيف ترى هذا هذه اللحظة، خروج الولايات المتحدة الأمريكية آخر جندي وآخر عسكري يخرج من أفغانستان حسب تصريحات أمريكية منذ قليل؟ طبعا هذا حدث تاريخي بامتياز ستوقف عنده الكثير من المؤرخين والسياسيين في هذه اللحظة التي أنهت فيها الولايات المتحدة أكبر حرب خارجية في تاريخها منذ نشأة الولايات المتحدة قبل 250 عاما، لم تتورط في أو تشارك في معركة عسكرية أو معارك عسكرية بهذه المدة الطويلة حتى الحرب العالمية الثانية بكل ما شاهدته من آلام ومشاركة عالمية بين قوى كبرى لم تكن بهذا الطول من الفترة الزمنية. طبعا القرار الهام والتاريخي زاد من انقسام واشنطن، البعض رأى فيه ما لم يراه الطرف الآخر، البعض رآه قرار تاريخي لأنه إنقاذ لأمريكا من ورطتها في حروب أو حرب لم تنتهي لم تحقق فيها أي نجاحات، وفريق آخر معارض يراها رمزا للهزيمة والإهانة والمهانة التي حققها الرئيس جو بايدن لأمريكا ولم يفعلها أي رئيس آخر. فهناك شعور بالمهانة والمذلة في جانب وشعور بالخلاص والإنقاذ ونهاية هذا الكابوس الأفغاني من جانب آخر. الرئيس بايدن طبعا الموقف الرسمي أنه اتخذ قرارا شجاعا لم يجرؤ أي رئيس سابق سواء كان جورج بوش أو باراك أوباما أو دونالد ترامب على اتخاذه لخوفهم من تبعات هذا القرار على الداخل السياسي الأمريكي، ويرون أن بايدن تمتع بالشجاعة ليأخذ هذا القرار وليكن ما يكون، هو يراه خدمة لمصالح أمريكا. البعض الآخر اعتبر أن هذه لحظة مهانة لأمريكا، رئيس بايدن سلم أفغانستان على كأس من ذهب إلى حركة طالبان، الحركة التي آوت مقاتلي القاعدة الذين قتلوا 3000 أمريكي قبل 20 عاما هنا في أحداث 11 سبتمبر، والآن بعد عقدين من الزمان والكثير من الدماء التي سالت سواء الأمريكية أو الأفغانية والتريليونات الدولارات التي فقدت أو ضاعت بسبب هذه التجربة الأفغانية، راح ذلك كله هباء، وهي طالبان تعود منتصرة مكتسحة للمشهد الأفغاني بدون أي منافسة أو مشاكسة من القوى الداخلية خاصة الحكومة الأفغانية التي استثمرت فيها أمريكا الكثير والكثير. نعم سيد محمد المنشاوي، البعض يشبه يعني بعض من يراقب هذا المشهد يشبهه بخروج الولايات المتحدة الأمريكية من فيتنام، يعني ربما هناك أجيال لم تشاهد هذا المشهد. في رأيك في الولايات المتحدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية هل يتحدثون عن مقاربة ومقارنة لهذا المشهد أو لهذين المشهدين؟ نعم، وكما عودتنا واشنطن ترى هذا المشهد وعلاقته بفيتنام والانسحاب الأمريكي منذ 45 عاما هناك بصورة مختلفة. البعض رأى وشبهه بالهزيمة في أفغانستان في فيتنام وقال أن نحن نرى سايغون 2 اسم العاصمة القديمة لفيتنام الجنوبية في مشاهد الانسحاب الأمريكي المزري كما يرون من أفغانستان، ويرون أن العدو انتصر، العدو الذي حارب الولايات المتحدة وكبدها كثير من القتلى سواء كان قوات الشيوعيين في فيتنام أو قوات حركة طالبان في هذه المعركة في أفغانستان، وهم يحققون ما يريدون باتباعهم سياسة النفس الطويل ويجرون أمريكا للهزيمة وللانسحاب خارج أراضي الدولة سواء كانت فيتنام أو أفغانستان. هذه رؤية، ورؤية أخرى ترى أن
سأعود لك لتفسير هذه الرؤية، لكن أرجو أن تعلق على هذا العاجل. قائد القيادة الوسطى الأمريكية: طالبان لم تكن على علم بموعد انسحاب قواتنا من مطار كابول، لكنها لعبت دورا مساعدا بعملية الإجلاء. أرجو أن تعلق على رأيك في هذا التصريح لقائد القيادة الوسطى الأمريكية فرانك ماكنزي. أشار إلى أن كان هناك ترتيبات سرية لم يطلع يطلعون عليها تنظيم طالبان للانسحاب المبكر عدة ساعات، ربما 24 ساعة أو 23 ساعة بالتوقيت المحلي، كي لا يكون هناك أي مفاجأة. ربما يكون هناك بعض الإرهابيين يعدون العدة لهجوم في الساعات أو اللحظات الأخيرة. وأعتقد أن هذه كانت يعني خطوة تكتيكية لكي تؤمن خروج الأمريكيين، ورغم ثقتهم الكبيرة والمتزايدة في حركة طالبان، كما ذكر الجنرال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن هناك تعاون مكتمل ودائم مع طالبان، وفعلوا كثير لتأمين المطار رغم الحدث الذي وقع، لكنه في النهاية لم يكن هناك ثقة كاملة في تنظيم طالبان، وكان هناك خوف أيضا من تكرار حادث تفجير مطار كابول قبل أيام، ربما استهداف أحد الطائرات في اللحظات الأخيرة، لأن هناك أيضا رأي عسكري يرى أن الطائرات التي تقلع تكون مؤمنة من الأرض من قوات الدفاع الجوي وقوات قوة الصاروخية الأمريكية على الأرض، لكن الطائرة الأخيرة أو الطائرات الأخيرة لم يكن هناك أي من القوات على الأرض لحمايتها، فربما يكون هنا عامل المفاجأة أو محاولة إضافية لتأمين آخر خروج للقوات الأمريكية آخر جندي، وأن لا تكون هناك أي مفاجآت غير سعيدة في هذه اللحظات التاريخية الهامة. نعم، سيد محمد بن شوقي، أرجو أيضا أن تعلق على هذا العاجل. قائد القيادة الوسطى الأمريكية: نحتاج أن يبقى مطار كابول مفتوحا لحركة المدنيين، ولم ندمر بعض المعدات التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك. في رأيك، هل من حق قائد القيادة الوسطى الأمريكية بعد خروج آخر جندي أمريكي أن يتحدث عن إدارة مطار كابول، أن يتحدث عن ما يجب أن يفعله من يدير أفغانستان أو حركة طالبان في المستقبل؟ لا بالضرورة لا، لكنه أشار إلى أن الدور العسكري انتهى في هذا اليوم، في هذا التاريخ، هو وقواته خرجوا من أفغانستان بصورة كاملة، والكرة انتقلت الآن إلى الملعب الدبلوماسي أو ملعب وزارة الخارجية الأمريكية كما ذكر بالتحديد. لكنه أشار أيضا إلى تدمير القوات الأمريكية للكثير من العتاد الذي كان لديها في المطار وفي بعض الأماكن الأخرى كي لا يتم استعماله واستخدامه من حركة طالبان أو غيرها. تحدث عن مئات السيارات المصفحة والعسكرية وربما أكثر من 27 طائرة قال أنه لا يمكن لأحد استعمالها بعد الآن، وكذلك الحال في المدرعات. لكن أعتقد أنه عندما قال تركنا المعدات في المطار يتحدث عن الأجهزة الفنية التي تدير المطار وليس الأجهزة العسكرية، أي أجهزة المراقبة الجوية والتحكم في الرادار والقضايا اللوجستية الأخرى. وهو يرى أن المطار يجب أن يكون مفتوحا. هذه دولة، دولة أفغانستان، دولة مغلقة الحدود، ليس لها حدود بحرية مع أي دولة في العالم أو أي محيط أو بحر في العالم، هي دولة مغلقة حدودها كلها برية وجبال وعرة، ولا يمكن التعامل معها إلا عن طريق الجو في 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 استيراد وتصدير. وهناك بيانات وتقارير عن بدء مجاعة في أفغانستان أو ربما نقص الغذاء، ولذلك هو ينصح بضرورة إبقاء المطار مفتوح أمام الحركة التجارية. كذلك أيضا، وهذا ليس سرا، هناك بعض الأمريكيين وبعض الأجانب من لم يسمح لهم أو يستطيعوا اللحاق بالموعد المحدد لاستكمال الانسحاب، ويردون المغادرة في الأيام والساعات القادمة حتى مع خروج آخر جندي أجنبي من البلاد. وطالبان تعهدت أنها لن تقف عثرة أمام راغبي الخروج من البلاد. وهناك أيضا آلاف الأفغان من تعاونوا مع قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة ويخافون من انتقام حركة طالبان. حتى الآن الحركة توفي بما قامت به، لكن هناك شكوك كثيرة بين كثير من الأفغان من تعاونوا مع القوات الغربية بسبب
أن الهدف كان طالبان، فهم أعداء الأمس، فربما ينتقمون بعد خروج القوات الأجنبية. سيد محمد منشاوي، عذرا على المقاطعة، لكن كان معي السيد محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان منذ قليل، وسألته حول هذه النقطة تحديدا، يعني عن أنه خروج المواطنين الأفغان إلى المطار، الرغبة في مغادرة البلاد، هذا المشهد. قال نحن عفونا عن الجميع، وهذا البلد يحتاج إلى الجميع. أيضا كانت هناك ملاحظة من بعض الدول الكبرى في القرار الذي صدر من مجلس الأمن حول مطالبة القرار بفتح المطار والفرصة لمن يحب أن يغادر. البعض رفض هذا الكلام لأنه إذا ترك الأمر فإن الكوادر والعقول التي تحتاجها أفغانستان ستغادر على وقع هذه المطالبات. يعني تعليقك على هذه الآراء والتي ردت عليه. طبعا يبقى الفصل بين الكلام والوعود وبين الأفعال على الأرض. الكلام الخارج من مسؤولي طالبان حتى الساعة مبشر ومطمئن، لكن بسبب الخبرة السابقة قبل 20 عاما عندما كانوا في الحكم والنمط والأسلوب السيء الذي صدروه للداخل الأفغاني والعالم، هناك محاذير ومخاوف واحتياطات. الكل لا يؤمن اليوم بالكلمات لكن يريدون الأفعال. الأيام والساعات القادمة ستظهر صدق هذه الحركة أو عدم صدقها في وعودها بالبقاء على المطار مفتوح، في عدم ممانعة السفر من يريد. فالأفعال أفعال والأقوال أقوال، يعني فهذا مبكر أن نحكم في هذه اللحظة الهامة. الكلام كثير لكن الحكم سيكون من خلال الأفعال على الأرض. لكن هناك مشاكل فنية فيما يتعلق بالمطار. حركة طالبان لا تنفي أن ليس لديها المهارات البشرية الفنية اللازمة لتشغيل المطار، وتتحدث مع دول صديقة مثل تركيا وقطر لتشغيل المطار، ويرفضون طبعا أي تواجد أمني أو إشراف خارجي على تأمين المطار، ويرون هذا أحد مظاهر السيادة وربما يكونوا محقين في ذلك. لكن حتى اللحظة أيضا لم تشكل حكومة طالبان أي حكومة، أو حركة طالبان لم تشكل أي حكومة، لم تسمي من هم الوزراء القادمين، من هم المسؤولين، كيف سيتم إدارة البلد. الحركة تسيطر على أفغانستان لكنها لا تحكم. الحكم ليس فقط السيطرة العسكرية وإخضاع الأقاليم، لكن توفير الخدمات للمواطنين، وهذا ما ينتظره العالم من حركة طالبان في الأيام والأسابيع القادمة. ولكن كما ذكر المتحدث من حركة طالبان قبلي، هم لن يحكموا وحدهم، وهذا كلام جيد، وسنرى إذا كانت كلماتهم تترجم إلى أفعال في الداخل الأفغاني ويحكمون ائتلافيا مع القوى الأخرى في أفغانستان. نعم. سيد محمد منشاوي، أيضا ونحن نتابع العواج القيادة الوسطى الأمريكية، تهديد الإرهاب سيكون كبيرا في أفغانستان، وسنعمل مع طالبان والحكومة المقبلة للحفاظ على سلامة مواطنين. هذه نقطة تحديدا تحدث يعني وأشار إليها الجنرال ماكنزي، وتحديدا عندما ذكر يعني التهديد من تنظيم الدولة، ذكر عدد 2000 من المقاتلين وصفهم بالأشداء. لكن وجهنا هذا الكلام إلى المتحدث باسم حكومة أو باسم حركة طالبان، قال إنه هذا الأمر ليس حقيقيا وليس له أي محل. في رأيك هل فعلا كما قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية سيكون الإرهاب، تهديد الإرهاب سيكون كبيرا في أفغانستان؟ أعتقد من المبكر الحكم، لكن هذا ليس سرا. هناك شيء اسمه تنظيم الدولة الإسلامية خراسان ينشط في أفغانستان وباكستان، هذه حقيقة موثقة، والتقارير المختلفة الإقليمية والدولية والأمريكية تشير إلى وجود 2000 مقاتل، وهناك من قام بالعمل الإرهابي خارج المطار قبل أيام. فهناك شيء اسمه حركة الدولة الإسلامية خراسان التي تعادي حركة طالبان وتراها غير ملتزمة بالتعاليم الإسلامية كما تفهمها هي، وأنها متعاونة مع الغرب. هذه نقطة. نقطة أخرى أن الغرب الآن سواء الدول الأوروبية المختلفة والصين وروسيا والولايات المتحدة لم يغلقوا الباب أمام تعاون مع طالبان. الولايات المتحدة اتفقت قبل عامين على الانسحاب في عهد الرئيس السابق ترامب مع طالبان، وتعاملت معه ندا بالند، فهذا اعتراف غير مباشر بها. واليوم هي ستسيطر على الأوضاع في
في أفغانستان. وأحد الشروط الأهم أو الشرط الأهم للولايات المتحدة والقوى الدولية ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى مرتع أو ملاذ للإرهابيين. هي كانت كذلك خلال حكم طالبان في الفترة الأولى أواخر تسعينات القرن الماضي، واستغلت القاعدة هذه الثغرة وتسللت إلى أفغانستان وخططت لهجماتها الكبيرة التي غيرت شكل العالم. وضحى تنظيم طالبان بالحكم لمدة 20 عاما كان مطاردا ومحاربا من الولايات المتحدة وغيرها، واليوم يعود. وأعتقد أن هناك شرط مهم جدا هو ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين، لأن هذا سيعني فشل الولايات المتحدة وفشل رؤية الرئيس ترامب ورئيس بايدن في التعاون مع شريك في أفغانستان افترضوا أو تعهد لهم أنه لن يتعامل مع إرهابيين ولن يأويهم، وربما يكون الخداع هو السمة في هذه اللحظة. سنرى خلال الأيام والأسابيع القادمة إذا كانت الحركة ستلتزم بهذا الاتفاق وتجعل أفغانستان قدر المستطاع خالية من الإرهابيين. شكرا لك الكاتب الصحفي محمد المنشاوي على وجودك معنا. أيضا رويترز، الرئيس الأمريكي يقول أن العالم سيحمل طالبان مسؤولية التزامها بتوفير ممر آمن. هذه تشاهدون مشاهدينا صورا نشرت على حساب أحد الصحفيين وهم وأعضاء من حركة طالبان يتجولون في موقع في مطار كابول كان للقوات الأمريكية قبل مغادرتها. نتابع مشاهدينا هذه التغطية، وينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الدكتور فضل الهادي وزين رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام، رحبوا به. دكتور فضل الهادي، يعني هذه اللحظة التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من أفغانستان، يعني كيف يمكن وصفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي الجزيرة التي كانت منبرا لصوت الشعب الأفغاني ولجهاده ونضاله أثناء احتلال الأمريكي لأفغانستان. واسمحوا لي أن أقدم تهنئتي من منبر الجزيرة لكافة أبناء الشعب الأفغاني، لكافة المجاهدين والمناضلين الذين جاهدوا وناضلوا لأجل استقلال أفغانستان وطرد المحتل الأجنبي من أفغانستان. وهذه اللحظة حقا هي لحظة تاريخية بالنسبة للشعب الأفغاني، لحظة تلتقي الدموع وأيضا الفرح، دموع الفرح في الأعين. وفي هذه اللحظات الشعب الأفغاني لا ينسى خيرة أبنائه الذين استشهدوا خلال هذه 20 سنة بأيدي المحتل الأمريكي وأذنابه. وهذه اللحظة لحظة تاريخية كما كانت، وهذه المرة الثالثة التي ينتصر فيها الشعب الأفغاني الاستعمار الأجنبي. المرة الأولى في القرن المنصرم، في بدايات القرن المنصرم انتصر الشعب الأفغاني على المحتل البريطاني، الاستعمار البريطاني الذي حاول استعمار أفغانستان. وفي أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم أيضا، في أواخر القرن المنصرم انتصر الشعب الأفغاني للاحتلال السوفيتي، الاتحاد السوفيتي الذي احتل أفغانستان. وهذه المرة الثالثة التي ينتصر فيها الشعب الأفغاني على الاحتلال الأجنبي، الاحتلال الأمريكي الذي أفسد ودمر وأهلك الحرث والنسل في أفغانستان، واستخدم كافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا من أم القنابل إلى طائرات 52 في أفغانستان. فهذه لحظة الفرح بالنسبة للشعب الأفغاني، لحظة الفرح بالنسبة لكافة المناضلين والمجاهدين، لحظة الفرح لكل من قاوم الاحتلال الأجنبي، ولحظة الفرح للأيتام والأرامل والمهاجرين والمشردين في كافة أنحاء أفغانستان. فقبل ساعة بالضبط خرج آخر جندي أمريكي من الأراضي الأفغانية، وبذلك تحررت أفغانستان من
وجود المحتل الأجنبي والشعب الأفغاني، كافة الشعب الأفغاني بنسائه ورجاله وأطفاله وشبابه، هذا الشعب البطل، هذا الشعب المجاهد، هذا الشعب المناضل يستحق كل أنواع التحمية في هذه المناسبة العظيمة. نعم الأمريكان رحلوا من أفغانستان ولكنهم تركوا وراءهم ذكريات مؤلمة بالنسبة لأبناء الشعب الأفغاني. رحلوا من أفغانستان ولكن قبل يوم من رحيلهم قتلوا أسرة، أعضاء أسرة بأكمله قتلوا 13 أشخاص بما فيهم 6 أطفال، واستهدفوا بيتا آمنا في قلب كابل بالقرب من المطار، وأعلنوا بأنهم هاجموا إرهابيا من تنظيم الدولة، ولكنهم في الحقيقة قتلوا أسرة كاملة وتركوا وراءهم ذكريات مؤلمة. أمريكا رحلت من أفغانستان ودخلت أفغانستان قبل 20 سنة ووعدت بأنها ستجلب الازدهار والاستقرار والأمن والحكومة الراشدة إلى أفغانستان، ولكنها خرجت ولم تترك شيء غير الذكريات المؤلمة. الحكومة التي بنتها هذه الحكومة انهارت، هذه الحكومة الفاسدة السارقة انهارت خلال 11 يوما مع قرب رحيل الأمريكي من أفغانستان، وأيضا الجيش الذي بناها هذا الجيش انهار وانتهى، وقوات الشرطة أيضا، فأمريكا وأيضا الكوادر التي يعني تربوا خلال 20 سنة الماضية من أبناء الشعب الأفغاني، أمريكا لم يترضى لأفغانستان أن تبقى هذه الكوادر في أفغانستان وتخدم هذا الشعب، فأيضا شجع هؤلاء حتى يخرجوا من أفغانستان وأخرجهم معهم فعلا من أفغانستان، وبالتالي أمريكا لم تترك شيئا يذكر بعد رحيل هذه من أفغانستان. نعم دكتور فضل الهادي، يعني الآن يعني كما تحدثت وقلت الآن البعض يتحدث ويقول يعني حول المستقبل، كيف أنتم كمركز بحثي كيف ترون التحديات التي تواجه حركة طالبان في إدارة حكم البلاد خلال الفترة القادمة والتخوفات الدولية من هذه المرحلة؟ هذا سؤال مهم يا أخي الكريم. نعم الآن مع رحيل الأمريكان تبدأ مرحلة جديدة، هذه المرحلة التي تقتضي الوحدة الوطنية، الاجتماع والإجماع على الثوابت الوطنية في أفغانستان. هذه مرحلة تحتاج إلى نسيان الأحقاد، نسيان الانتقاد والثأرات. هذه المرحلة تقتضي أن تلتقي كافة أبناء الشعب الأفغاني على المشاركات الوطنية. فأمريكا تركت وراءها بلدا مدمرا وبلدا منهارا، يعني فأمريكا وتركت أمريكا أفغانستان، وأفغانستان يعني لا خزينة مؤنسة في أفغانستان. فأفغانستان تحتاج إلى إعادة الإعمار، إعادة البناء، وقبل وأساس البناء في أفغانستان. والتحدي الكبير أمام أبناء الشعب الأفغاني، كافة أبناء الشعب الأفغاني، المصالحة الوطنية، المصالحة الحقيقية، المصالحة المخلصة، لأن 4 عقود أو أكثر من الحروب في أفغانستان ومن الاحتلال الأجنبي في أفغانستان وتراكمات هذا الاحتلال وهذا العدوان وأيضا الاحتراب الداخلي والقتال الداخلي في أفغانستان تركت يعني جروح عميقة في أفغانستان. لذلك التحدي الأول هو المصالحة الوطنية. يجب أن تبادر حركة طالبان، القيادة السياسية لحركة طالبان، لأنها الآن في الحكم وينتظر منها الكثير، أن تبادر هذه القيادة والطالبان بمبادرة بمصالحة وطنية حقيقية. هذه المصالحة التي تنسي الأحقاد وتجمع كافة أبناء الشعب الأفغاني من مختلف الأرقيات، من مختلف القوميات، من مختلف المذاهب، من مختلف الخلفيات السياسية، تجمعهم على المشتركات الوطنية. فعند الشعب الأفغاني شعب مسلم الإسلامي وحد الشعب الأفغاني، وأيضا المشتركات الوطنية توحد الشعب الأفغاني. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني الاهتمام ببناء الدولة الحديثة، بناء الحكومة الحديثة، وبناء الدولة تقتضي المشاركة الوطنية، المشاركة الحقيقية، بحيث ليس ترك سياسة الحذف، لأن سياسة الحذف في أفغانستان هي سياسة فاشلة. فحركة طالبان الآن أمام تحدي، وكافة أبناء الشعب الأفغاني والرجال السياسة والاقتصاد والدين والعلم كلهم أمام تحدي كبير، بمعنى أن في هذه المرحلة يجب بناء الدولة الحديثة في أفغانستان
وبناء الدولة تعني المشاركة، بناء الدولة تعني الصبر، بناء الدولة تعني العلاقات الطيبة مع دول الجوار، مع دول المنطقة، مع العالم، لتكون أفغانستان، لتعود أفغانستان عضوا فاعلا في المجتمع الدولي وعضوا نافعا، لا تنفع فقط نفسها وإنما تنفع المنطقة، المنطقة والعالم بأسره. التحدي الثالث أمام الشعب الأفغاني هو بناء الاقتصاد. أفغانستان ليس بلدا فقيرا، أفغانستان فيها من الخيرات، من الثروات الطبيعية، من المياه، ما يمكن إذا استخلت هذه الثروات الطبيعية واستثمرت هذه الثروات تجعل من أفغانستان بعون الله تعالى بلدا متقدما، بلدا غنيا. فهذا التحدي الاقتصاد، التحدي الاقتصادي وإخراج أفغانستان من الفقر ومن الحرمان ومن الاستضعاف، هذا يحتاج إلى جهاد كبير وجهاد عظيم. أتمنى وأرجو أن يدرك قيادة حركة طالبان وزعماء الأحزاب السياسية وكل رجال الوطن ونساء الوطن أن يدركوا هذه الحقيقة ويبنوا ويحاولوا أن يبني اقتصاد. التحدي الرابع في أفغانستان وهو قيادي قبل كل شيء هو توفير الأمن، لأن وقطع كل جذور واحتمالات من سبل الحرب مرة أخرى. وحركة قيادة حركة طالبان الآن أمام تحدي، كل من هو خرج من البلاد أو داخل البلاد ويحتمل أن يكون هو ثغرة، ممكن ينتشب الحرب مرة أخرى من هذه الثغرة، على حركة طالبان أن تقوم بإرضاء هؤلاء الناس ويتكلم معهم، يتفاهم معهم ويعيدهم إلى البلاد، بحيث أن يقضى على كافة احتمالات نشوب الحرب مرة أخرى، لأن أفغانستان بموقعها وبسبب الظروف التي مرت بها إمكانيات احتمال نشوب الحرب كثيرة في أفغانستان. والنقطة الخامسة التي أريد أن أقولها وأؤكد أنها، مع هناك تضخيم إعلامي لما يسمى بتنظيم الدولة في أفغانستان، ونحن نخشى والمراقبون يخشون في أفغانستان أن يكون هذه ذريعة، كما كانت القاعدة ذريعة قبل 20 سنة، لبدء حرب جديدة في أفغانستان وبدء صراع جديد في أفغانستان. ولذلك حتى أن التأكيد الذي التذكير الذي ذكره وزير الدفاع الأمريكي قبل قليل، لأنه قال أن هناك أمام طالبان الصراع والحرب مع تنظيم الدولة، أنا أعتقد أن يكون هذا هو في الحقيقة بذور لزرع البذور لصراع جديد في أفغانستان. وهنا سؤال يا دكتور فاضل هادي، اقتتال جديد في أفغانستان يجب أن ينتبه إليه أبناء الشعب الأفغاني وقيادات حركة طالبان والزعماء السياسيين في البلد وكل من يستطيع أن يوقف هذا الخطر. دكتور فضل الهادي، الحديث الآن حول يعني المرحلة القادمة، يعني ربما يعني اليوم في مجلس الأمن كانت هناك نقاط واضحة من المجتمع الدولي، الكل يتحدث عن مراقبة للمرحلة القادمة، كيف سيكون شكل الحكومة في طالبان، كيف ستتعامل مع المواطنين، كيف هو موقفها من المرأة، من حقوق الإنسان، من حرية التعبير والرأي. في رأيك يعني هل لدى طالبان تصور مختلف ربما يقضي على هذه التخوفات، على هذا القلق، على ربما هذه الاتهامات من بعض القوى الدولية؟ قد ان حركة طالبان في الحقيقة امام اختبار كبير جدا، يعني حتى الان حركة طالبان ارسلت رسائل مطمئنة الى العالم والى المجتمع الافغاني، وانها صرها قال بعض قادتها انهم لا يرتكبون الاخطاء التي ارتكبوها في المرة الأولى من حكمهم في أفغانستان. هذه الرسائل المطمئنة حركة طالبان حتى الآن على مستوى كسياسة عامة في البلد، يعني هم عاملوا الشعب معاملة جيدة، وأنهم أعلنوا العفو العام عن المعارضين وعن الذين قاتلوا حركة طالبان وعن المسؤولين في الدولة والحكم في النظام السابق. نعم، وأعلنوا أيضا يعني أعلنوا بأنهم لا يمنعون المرأة من التعليم ومن الدراسة وأيضا من العمل، وإذا قالوا أنهم يراعون يعني حقوق، يحمون حقوق الإنسان. ولكن هناك حتى الآن التخوف هذا موجود صراحة، ليس فقط لدى المجتمع الدولي الذي طبعا المجتمع الدولي أيضا يقيس الأمور بمقاييسها، يعني قضية المقياس والمعيار، المعايير والمقاييس التي بنعنا عليها
يمكن يحكم على طالبان وسلوكيات طالبان. هذا مهم جدا، هذه المقضية مهمة جدا، يعني على أي أساس على أي معيار يحكم على طالبان؟ لكن حقيقة هناك يعني حتى الآن حركة طالبان لم تشكل الحكومة، وأفغانستان بعد أسبوعين من وصول طالبان إلى الحكم إلى كابول، أفغانستان تفتقد للحكومة، وبلد مثل أفغانستان إنما تكون فاقدة للحكومة. طبعا هذا يعني مشكلة كبيرة، مؤسسات الدولة معتلة، البنوك شبه معتلة في أفغانستان، الموظفون في دوائر الحكومية الآن كلهم في بيوتهم. نعم. الطالبان قالوا للنساء أنهم يجب أن يجلسن في البيت حتى الطالبان يعني يمهدون طريقة العمل. فأيضا في التعيينات في الحكومة حتى الآن، التعيينات التي يعني بالرغم أنهم الآن هم يقولون أنهم مشرفون على الحكومة على الوزارات، لكن هؤلاء كلهم من حركة طالبان، وأيضا كلهم من الذين درسوا في المدارس الشرعية، يعني هم يفتقدون التخصصات في الوظائف. وبالتالي يعني هذه كلها تحديات، يعني هذه ليست مؤشرات جيدة في الوقت، بالرغم أن أداء طالبان جيد حتى الآن، لكن مثل هذه الأمور ليست مؤشرات جيدة. ونتمنى ونرجو أن تكون هي مؤقتة، وحركة طالبان وقيادة طالبان تعيد النظر في هذه السلوكيات، لأن بهذا الشكل لا يمكن إدارة الدولة، ولا يمكن أصلا بناء الدولة في أفغانستان. وبالتالي الاحتكار واحتكار الحكم والانحصار أيضا، يعني هذه كلها سياسات فاشلة في أفغانستان. ونرجو ونتمنى أن تكون حركة طالبان قد علمت وأخذت دروس من حكمها الأول، وأيضا من الحكومات التي توالت على حكم أفغانستان. فهذه التحديات حقيقة، وفعلا الشعب الأفغاني أيضا عنده التخوف والترقب، والشعب ينتظر، لأن يعني قضية هناك حتى الآن الناس يعني له حالة التردد. فبالتالي على حركة طالبان يعني أن تطمن الشعب، وأن تطمن الشعب وبالعمل وليس بالقول فقط. وأيضا المجتمع الدولي أيضا هو في حالة ترقب وتخوف، ولكن على حركة طالبان وعلى القادة السياسيون في أفغانستان حتى يتحدوا ويشتركوا. نعم. ويتفقوا على المشتركات الوطنية، وأيضا المجتمع الدولي عليه أن لا يدفع بحركة طالبان وحكومة طالبان إلى الزاوية، لأن دفع حركة طالبان إلى الزاوية والانزواء وإلى العزلة معنى ذلك أن أفغانستان تدفع إلى العزلة، والشعب الأفغاني يدفع إلى العزلة، وهذا له نتائج خطيرة جدا. وقد جرب العالم في أواخر القرن الماضي القرن المنسرد نتيجة دفع حكومة أفغانستان والطالبان إلى العزلة. نتمنى ونرجو أن لا يكرر المجتمع الدولي هذا الخطأ الذي ارتكبه في قبل 20 سنة. فالآن أفغانستان لديها فرصة، والمنطقة لديها فرصة أن تعود أفغانستان إلى الأمن وإلى الاستقرار، ومن ثم أفغانستان يعني تنتهي الحرب في أفغانستان والاضطراب في أفغانستان، لأن وجود هذه فرصة. أما إذا لم تستغل هذه الفرصة وارتكبت حركة طالبان الأخطاء مرة أخرى، وأن يتعاون هذا القوات السياسيون مع حركة طالبان، وأيضا المجتمع الدولي دفع حركة طالبان للعزلة، أفغانستان تسير نحو الهاوية لا سمح الله، وهذا ليس لصالح المنطقة ولا للعالم. شكرا لك دكتور فضل الهادي وزين، رئيس مركز أفغانستان للدراسات في أنقرة، على وجودك معنا. أيضا إلى هذه العواجل، بايدن الرئيس الأمريكي: إنهاء مهمتنا العسكرية أفضل سبيل لحماية أرواح جنودنا وتأمين خروج المدنيين من أفغانستان. أيضا منذ قليل وكالة الصحافة الفرنسية: الرئيس الأمريكي يلقي الثلاثاء خطابا بشأن أفغانستان. مشاهدينا نترككم مع هذه الصور، وبعد قليل نستكمل التغطية مع زميلي أيمن عزام واتصالات مع المشاهدين، والتي ستكون عبر الأرقام التي تظهر على شاشة الجزيرة مباشرة. إلى هذه الصور.
شرعي نظام ترشاد ترلاني خدمت. جزاك الله عزيز مولي صاحب خير وسهلا ان شاء الله. نو دا غادي وصل الحمد لله مونغا تقريبا د شپې یو بجه د څو بجې دي او پدې حنا ډول بس مجاهدين الحمد لله نو وته الحمد لله هذا اشغال في الحمد لله فتيش تدار مرها غزايت داخل سو الحمد لله هذا بدري لشكر دي استثادي خندق ملغري دي الحمد لله.